نظمت مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حفل توزيع شواهد على المشاركين في دوراتها التكوينية في لقاء ختامي تقييمي للشطر الأول من برنامج تأهيل ومواكبة المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية. أنا سعيد جدا أن اليوم كنختتموا الشطر الأول من واحد البرنامج اللي كان مؤطر بحكم واحد الاتفاقية اللي جمعت بين وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبين مؤسسة الفقيه التطواني. هذا البرنامج اللي شمل ترابيا جهة الرباط سهل القنيطرة واستفدت منه تقريبا ما يقرب من 30 جمعية مدنية. البرنامج بطبيعة الحال فيه واحد مجموعة ديال الأوراش. الورش الأول كان متعلق بالتكوين، كانت هناك واحد مجموعة من الأساتذة ومن الأطر الإدارية ديال الوزارة اللي تكلفوا بنقل المعارف كلها والآليات القانونية والدستورية والتنظيمية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية. ثم كانت هناك مواكبة على صعيد الجماعات والأقاليم ديال هذه الجمعيات في إطار واحد الورشات تكوينية أو تأطيرية. كانت كذلك من خلال هذا البرنامج كان هناك يعني واحد ندوات علمية قدموا فيها بعض الأساتذة يعني تحليلهم للديمقراطية التشاركية ومعطيات كانت مهمة حول العلاقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي. ختامي ديال برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، برنامج اللي كيدخل في إطار الشراكة ما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، واللي كان موجه للجمعيات بالجهة ديال الرباط سلا القنيطرة. البرنامج كان فيه مجموعة ديال التكوينات خاصة بتكوين المكونين، كانوا فيه ندوات لقاءات مع الفاعلين آخرين حكوميين وغير حكوميين. اليوم وصلنا نقدر نقول نهاية الشطر الأول ديالو من بعد التكوين، وغادي يبدا الشطر الثاني ديال هذا البرنامج اللي غادي يحاولوا هاد المكونين اللي تكونوا في اطار هذا البرنامج غادي يحاولوا انهم يكونوا مكونين اخرين في الاقاليم والعملات اللي هما كينتميو ليها. الجمعيات المستفيده من اليات تاع الديمقراطيه التشاركيه يسقلوا المهارات تاعهم ماشي غير الجانب الشق النظري والتعريف هذا سميتو بل التطبيقي، ان ينتج اليات تنشوفوا ودعموا وتصاحبوا ميدانيا حتى يبقاو يقدموا هاد العرائض ترابيا، وكذلك باش يكون تبقى مستمره هاد الاهداف هادو ممكن تشكل هاد الجمعيات المستفيده من خلال المرصد تاع اليات الديمقراطيه التشاركيه او لا شبكه محليه ولا جهويه من هاد الجمعيات المستفيده باش يبقى التتبع دائما ودعم قدرات، ويبقى كذلك فضاء للنقاش والترافع وتتبع تنزيل هاد الاليات الديمقراطيه التشاركيه. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.